نادية تريس فنانة تشكيلية وخاصة في اختصاص التصوير الفوتوغرافي الفني. أنا عضوة نقابة مهن فنون التشكيلية التابعة للاتحاد العربي التونسي للشغل. دونك في إطار بداية مناقشة قانون الفنان داخل اللجنة المختصة اللي هي لجنة الشباب والثقافة في مجلس نواب الشعب، وقع استدعائنا كنقابات اتحاد العام التونسي للشغل ليبدا مجموعة من المقترحات لتطوير القانون ولإخراجه في أحسن صورة تتعلق بقانون الفنان وبحقوقهم وواجباتهم في البلاد التونسية. دونك بما انه الفنانين كان هي وضعيتهم هشه داخل المجتمع وهم مواطنين فاعلين وفي تطوير المجتمع وفي تحسينه، دونك كان تدخلنا بعد مده من حضور النقاشات في وسط المجلس في داخل الورشات كانت متعلقة بجميع الاختصاصات الفنية، وأحنا كنقابة مهن الفنون التشكيلية كنا منذ بداية الحوارات فيما يتعلق بتطوير قانون الفنان وتأسيسه كنا حاضرين وكنا دخلنا في عدة نقاط، وبذلك حضرنا في مجلس نواب الشعب بمعية النقابات المهن النقابات الأساسية لمهن الفنون الدرامية وللفنون الموسيقية، وكنا حضورنا معناها حضور منسق من قبل كنقابة الاتحاد العام التونسي للشغل باقتراح متبنيه أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل لتحسين بعض النقاط بالنسبة للنسخة الموجودة للنقاش في مجلس نواب الشعب. كانت توجدت في البداية النسخة صفر، وهي النسخة اللي كانت حسب رأينا أهم من النسخة الموجودة للنقاش في مجلس نواب الشعب، وكنا دعينا للرجوع للنسخة هذه في اعتماد عدة قوانين. كذلك قدمنا ورقة بعدة نقاط مقترحة كنا ناقشناها مع بقية النقابات، ورجعنا لمختصين محامي معناها كان رجعنا له بالاستشارة في العلاقة بالنقاط القانونية وفي علاقة بالصياغة وفي علاقة بتحسين الصيغة وفي علاقة بحقوق وواجبات الفنانين كذلك، لأنه حتى الفنان عنده واجبات تجاه البلد بتاعه اللي هي في علاقة بالأداءات وقت اللي تتحسن الوضعية بتاعه وقت اللي تتنظم، كيما عنده حقوق وكيما عنده أمور معناها مطالب وضعية يلزمها تتسوى في المجتمع وتكون وضعيته مستقرة، كيما أيضا ليه واجبات تجاه البلد وتجاه الدولة بتاعه باش يقدمها. دونك كنا قدمنا ورقة مكتوبة كانت شاملة لجميع الفنون، معناها شاملة وخاصة كانت فيها التأكيد على ديباجة ويكون تقديم فيها واضح وعميق ويوضح بتفاصيل الفنان ويعرف بالفنان وتعطي تقديم واضح لأهمية مكانة الفنان داخل المجتمع. دونك كذلك تعرضنا لعدة نقاط أخرى، أهمها أيضا تعريف الفنان، كان التعريف كل قطاع على حدة، كان بالنسبة للموجود في القانون في لدى السادة النواب في مجلس في اللجنة كان ما هوش واضح وما كانش مفصل، لذلك قدمنا مقترح أنه يكون موجود بطريقة مفصلة وبطريقة واضحة بالنسبة لكل قطاع من مختلف الاختصاصات الفنية. كذلك أكدنا على أنه فن الشارع يلزمش يكون مقنن، لكن فنانين الشارع المحترفين يكون عندهم بطاقات مهنية
معناها كفنانين ومن حق ممارسة فن الشارع، بطبع أنه حرية التعبير وحرية الفعل الثقافي في وسط المجتمع هو حق أي مواطن. دونك اقترحنا أنه يقع عدم اعتبار ممارسة الفن في الشارع معناها كفن مقنن، هو ستون اكسبرسيون ليبر. كما قدمنا عدة نقاط أخرى في الصياغة وإلا في علاقة بالحقوق الملكية وحقوق المجاورة، أكدنا على أنه حقوق الملكية وحقوق المجاورة يجب أن تكون يقع احترامها ويقع تقنينها ويقع أعطاء حق الفنانين عندما يستغل المنتوج متاعهم في المطاعم، خاصة نحكيو لهنا خاصة على الفنون الموسيقية واستغلال المنتوج الفني من قبل في فضاءات عمومية ومن قبل المستهلكين الإذاعات وإلا التلفزيونات وما إلى ذلك. وحرصنا حرص شديد جدا على أهمية البطاقة الفنية بالنسبة للفنانين وأعطاها الأهمية اللازمة اللي باش تكون هي اللي تمثل الفنانين بالطبيعة بحسب خصوصية كل قطاع بالنسبة للفنون الموسيقية وإلا المسرحية وإلا السينمائية وإلا التشكيلية، لكن مهم جدا وجود بطاقة احتراف. كما أكدنا على التفاضلية بالنسبة للفنانين ما بين الفنانين المتفرغين والفنانين اللي عندهم مهن أخرى سواء أساتذة أو مهن أخرى. كان الاستدعاء من قبل لجنة الثقافة والشباب في مجلس نواب الشعب هي استدعاء لجلسة استماعية، وكانت هي أول جلسة وفاتحة لمجموعة جلسات أخرى مش يقع فيها النقاش. دونك كانت جلسة استماعية من خلالها قدمنا ورقة فيها مقترحات تخص قانون الفنان، كانت ورقة مكتوبة وكنا أكدنا معهم أنه النسخة مسودة النسخة مشروع القانون الموجودة عندهم هي نسخة وقع فيها مجموعة من التغييرات اللي احنا ما احناش موافقين عليها، وأن نرجع إلى النقطة إلى النسخة صفر المقدمة اللي تقدمت في المجلس أول مرة، لأنه في وكنا في الورقة أكدنا على مجموعة النقاط اللي حاولوا أنه يتصلحوا فيها، وبعدين بالطبيعة في جلسات القادمة مش يكون فيه حوار ومش يكون فيه تقييم سواء للورقة اللي قدمناها احنا أو سواء للنقاط اللي نشوفوا أنه يلزم التغيير فيها لواقع أفضل ولوضعية أحسن للفنانين. طبعا هي جاءت دعوة باسم نقابة مهن الفنية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لجلسة استماع داخل لجنة الشباب والثقافة بمجلس النواب، باعتبار أن نسخة قانون الفنان حاليا متواجدة عند اللجنة هذه، ويدفع في اتجاه أنها تقدم جلسة عامة للمناقشة العلنية والتصويت. احنا في المرحلة هذه كان موقفنا كنقابات فنية، طبعا موقفنا هو موقف واحد، لأننا نعتبر النقابات هذه تتبنى مواقف عامة داخل الاتحاد في اتجاه قضايا تهم الثقافة والشأن الثقافي الوطني التونسي. واعتقدنا أنه خلال السنوات الماضية على امتداد 5 أو 4 سنوات كانت مسألة فتح أو تناول موضوع قانون الفنان هو مسألة سياسية بحتة، لأنه كنا من بداية وحتى داخل الورشات كنا نؤكد على أن هالجلسات اللي تفتح فيها الوزارة والمجتمع المدني وكذا ما عندهاش صبغة تشريعية أو صبغة حقيقية بدون دخول المسودة هذه لمجلس النواب، وكنا في انتظار اللحظة التاريخية هذه أن المسودة تتواجد في داخل المجلس، لأننا نعتقد أنه تمريرها أو تعطيها هو مسألة سياسية بحتة. وبالتالي احنا في داخل الجلسة هذه مشينا بموقف
كشريك اجتماعي للمشروع السياسي الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة. نعتقد أن الاتحاد هو فاعل في الاتجاه هذا، وقدمنا تصورنا وأكدنا على أنه ضرورة تحميل الجهات الأطراف السياسية مسؤوليات التاريخية تجاه فناني تونس وتجاه الثقافة الوطنية التونسية، باعتبار أنه قاعدين نعيش في فوضى على امتداد 60 عام وما وصلناش لحل لحظة تاريخية في وقت من الأوقات كي نحظى التاريخية هذه، وبالتالي حملنا كل الأطراف السياسية من تقدمين وإلى الجهات الأخرى اللي ماسكة في الحكم والأحزاب كلها بمختلف شرائحها، وحطيناهم قدام حقيقة أنهم لابد من أن يعتنوا بالثقافة التونسية، ولابد من أنه يتبرر القانون هذا في أسرع وقت وعدم إخضاعه إلى التجربات السياسية. بالتالي معناها ما ثمش امكانيه ان انه يكون نسخه جيده، لانه القانون هذا نعتقد انه باش يكون هو واقع قانوني للثقافه التونسيه على امتداد 50 عام قادمه او 30 او 20 عام قادمه، وبالتالي ما نحطوش فيه ثغرات حتى نرجعوا نعدلوا ونرجعوا كذا. نعتبر القانون هذايا هو في لحظه تاريخيه باش يقدم مشروع حضاري ثقافي لتونس، واحنا محتاجين نعتقد انه احنا في لحظه تاريخيه محتاجين ان الثقافه تلعب دورها وترجع تسترجع مكانتها وترجع يسترجع الفنان المثقف مكانته داخل المجتمع بتاعه من ناحيه القوانين، من ناحيه واجباته، من ناحيه حقوقه. القانون هذا طبعا هو قانون باش متشعب من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه ماديه، من ناحيه العقود، من ناحيه القيمه الاعتباريه للفنان. واكدنا في داخل اللجنه انه لابد من دباجه للقانون هذا توضح توضح قيمة هالفنان والمثقف هذا داخل المجتمع متاعه، واعتمادنا على نصوص الدستور. ديما احنا قلنا نقولوا ان الدباجة هذه لابد انها تحيي فصول الدستور التونسي اللي هي تضمن الثقافة الوطنية وتضمن دعم الدولة وتبني الدولة التونسية للثقافة ومشروع الثقافي الحضاري التونسي.